الخارجيه ربع نهائي في الانتقام مسابقه وسط الملعب امام الهلال الاحتمال على اللاعب رقم 8 لاعب بانولو بانولو هودهودو رقم 8 النهارده بيلعب في وسط الملعب هو ورقم 6 اوجو بوست وايضا اللاعب سيجولومي رقم 5 لمسه حلوه قوي ممكن الفرص ممكن الاول هدف تسلل 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 بحثت فيها نيجيريا عن الهدف فوجد الهدف في مرماها شوف التمريره العرضيه بعد ذلك الكره الاماميه اول محاوله السودانيه بهدف عن طريق صلاح الجزولي في هذه الهدف الاول يعني ولا مستحيل في كره القدم فيش تسلل الجزولي يغطي دراك المرمى امام هنا وسقف المتعه في هذه الكره التي تدوي هدف التعادل وتصمت المدرجات النيجيريه مجددا يعني هجمه مصريه كره القدم لا كبير فيها ولا لغه فيها الا لغه الاقدام ومن يعطيها لم يرى هذه الكره وهذه الهجمه لكن منتخب مصر هي كذلك كره القدم هدف ثانيه.